اهم اخبار النهارده. زي ما قلت لكم طبعا الاستعداد، كل الاستعداد والتحضير حتى ولو كان على الورق، حتى لو الفرقه النهارده غايبه، من النهارده مستر كولر بيفكر في سيناريو مواجهه الزمالك مباراه يوم الخميس القادم ان شاء الله. ويمكن على مستوى هو طلب يمكن تقرير طبي طبعا خاص باللعيبه اللي غابت عن الاهلي الفتره اللي فاتت، وابرزهم طبعا متولي السوليه، اكرم وكريم. يعني احنا عارفين انه ما اعتقدش انه في جهاز فني ممكن يغامر بلعبته في المرحله دي، وخصوصا انه الموسم بينتهي وتقريبا انت قريب من حسم كل الالقاب، فاعتقد انه في جميع الاحوال هيكونوا بره الحسابات الموسم كله. لكن اللي ممكن يظهر في الصوره هو السوليه ومتولي، لكن اعتقد حسب المعلومات اللي عندنا انه احتماليه مشاركتهم او جاهزيتهم لمباراه القمه ممكن تبقى مش وارده. على فكره هم بيستجيبوا بشكل كبير جدا، وممكن على المستوى الطبي قبل مباراه القمه دكتور ابو عبله يقول مارسيل كولر ان اللعيبه جاهزه، لكن هل فنيا ممكن يغامر مستر كولر بيهم؟ وطبيا ايضا ما اعتقدش انه ممكن يكون في داعي للمجازفه، بالاضافه طبعا للسوليه ومتولي، طبعا حمدي فتحي اللي رحل للوكر القطري، وبرونو سافيو اللي عاد لبوليفار البوليفي. دول اللعيبه اللي هيكونوا بره حسابات كولر في مباراه الخميس القادم، ما عدا ذلك كل لعيبه الاهلي ان شاء الله جاهزه.